مشاهدينا الكرام، السلام عليكم واهلا بكم. ما زلنا معا في هذه التغطية المباشرة لآخر التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية وتأثيرتها في العالم العربي ومحيطها الإقليمي. في هذه التغطية نرحب اليوم بالأستاذة سوسن أبو حسين، مدير تحرير مجلة أكتوبر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذة سوسن. أهلا وسهلا. نبدأ بمتابعة لعدد من الأخبار، حيث أكد الرئيس أن الأولوية في الوقت الحالي هي نزيف الدم الفلسطيني وتحقيق الإنسانية في قطاع غزة، وذلك من خلال العمل المكثف مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإغاثية على الوجه الأكمل. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع رؤساء المجالس البرلمان العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي، حيث أكد الرئيس استمرار الجهود المصرية المكثفة على شتى الأصعدة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وقد أكد رؤساء المجالس العربية ضرورة اتخاذ الأمن الدولي قرارا ملزما في العدوان على قطاع غزة، المواقف الدولية التي تتيح لإسرائيل الإفلات من المحاسبة، مؤكدين دعم دولهم الراسخ للشعب الفلسطيني والعمل على نيل حقوقه في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 67 عاصمتها القدس الشرقية، وكذلك دعم هذه الدول لنيل الشعب الفلسطيني العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. جاء هذا في البيان الختامي للمؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي انطلق اليوم بمقر جامعة الدول العربية بعنوان رؤية برلمانية عربية الصناعي. جامعة الدول العربية أحمد أبيض أحضر من جانبه المجتمع الدولي من المحاولات الإسرائيلية لاستهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. جاء هذا خلال مشاركة الأمين العام للجامعة في افتتاح أعمال الدورة 50 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة في بغداد، حيث جدد أبو الغيط نداءه للدول المانحة التي أوقفت تمويل وكالة أونروا لمراجعة موقفها. وفوق ذلك كله اتهمت سلطات الاحتلال وكالة الأونروا وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التي أذكر أنها تشغل 30,000 شخص في كل جوانب نشاطاتها وتقدم المعونة لملايين الفلسطينيين. أقول ظلما وجورا اتهمتهم بتورط عدد محدود للغاية من عمالها في هجوم 7 أكتوبر، وشنت حملة شعواء من أجل تقويض عملها وتكثيف منابع تمويلها التي تعتمد على إسهامات الدول المانحة. أما على الأرض وميدانيا، فقد ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد حوالي 32 مواطن فلسطينيا وإصابة نحو 70 خلال 24 ساعة. أيضا استشهد فجر اليوم 8 فلسطينيين منهم نساء وأطفال، وأصيب عشرات في قصف لقوات الاحتلال لمنزلين مأهولين في حي السلطان بمخيم النصيرات في القطاع. كذلك كثفت قوات الاحتلال عملياتها وقصفها في منطقة المغراقة بوسط قطاع غزة. من جانبها أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا العدوان منذ 7 أكتوبر إلى حوالي 34,390 شهيدا غالبيتهم نساء وأطفال. أما المصابون بلغ عددهم حوالي 77,437 مصابا، وما زال آلاف الضحايا أيضا تحت الأنقاض وفي الطرقات والشوارع.
ونظرا لهذا الوضع الكارثي الذي يعانيه المواطنون الفلسطينيون في قطاع غزة، فقد تصدرت الجهود والاتصالات المصرية مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية للوصول إلى هدنة ووقف الحرب وإنهاء المعاناة الشديدة التي يعيشها الفلسطينيون. تصدرت الاهتمام الكبير الإقليمي والدولي، كثفت القاهرة تحركاتها من أجل إقرار هدنة طويلة الأمد تحول دون اجتياح إسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية، وتنهي المأساة الكبرى التي لحقت بأهالي القطاع منذ أكثر يوم. فرص نجاح مفاوضات الهدنة نناقشها تفصيلا بعد هذا التقرير. في الوقت الذي يحبس فيه العالم الأنفاس خشية تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي مخططاته لاجتياح مدينة رفح الفلسطينية، تبذل مصر جهودا دبلوماسية حثيثة على جميع الأصعدة لإحياء مسار التفاوض بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي بهدف إقرار هدنة بين الطرفين. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال لقائه رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس البرلمان العربي أن الأولوية القصوى في الوقت الحالي هي وقف نزيف الدم الفلسطيني وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك من خلال العمل المكثف مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات. الوفد المصري الذي وصل إلى إسرائيل مؤخرا في محاولة لاستئناف المفاوضات المتعثرة سيركز على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تمتد لأسابيع، كما سيجدد الرفض التام لاجتياح مدينة رفح، كما سيطالب الجانب الإسرائيلي بتسريع وتيرة دخول المساعدات إلى غزة دون قيود وفتح المعابر. مصادر مطلعة قالت إن الجانب الإسرائيلي ليس لديه أي مقترحات جديدة لتقديمها، لكنه مستعد لبحث هدنة محدودة يطلق بموجبها سراح 33 محتجزا لدى حركة حماس بدلا من 40 كان يدور التفاوض حولهم من قبل. بينما أعلنت حركة حماس أنها تدرس رد إسرائيل على اقتراح بشأن هدنة محتملة مرتبطة بإطلاق سراح بعض المحتجزين في القطاع. ويرى مراقبون أن مساعي مصر للتوسط لإبرام هدنة بعقلية هادئة ومتزنة يحمي المنطقة بل ويحقق استقرارها أيضا، حيث من المتوقع أن تتم الهدنة على مرحلتين بفاصل زمني 10 أسابيع يسمح بإطلاق سراح كل الأسرى ويوقف القتال لمدة عام بعد التزام كل الأطراف بعدم إطلاق النار والبدء في تنفيذ التحركات لإقامة الدولة الفلسطينية. إذا كما تابعنا من خلال التقرير، فالجهود المصرية دؤوبة ومطولة ليس آخر عن وجود مصري أمني هناك لمناقشة آخر التطورات وإمكانية الوصول إلى حلحلة لإنهاء الأزمة وتحقيق نوع من الهدنة والتهدئة للعمل أيضا وهو الهدف الأسمى طبعا وهو إنهاء الحرب وتبادل المحتجزين ولو مرحليا. أستاذة سوسن أبو حسين مدير تحرير مجلة أكتوبر، أهلا وسهلا بحضرتك. ما هي فرص نجاح هذه الجهود المصرية في إقناع طرفي الصراع لمحاولة الوصول إلى نقطة الهدنة والتهدئة ومن ثم تبادل المحتجزين ولو مرحليا؟ هو في الحقيقة يعني تم طرح عديد المبادرات في هذا السياق منذ أشهر، ومصر بذلت جهود جبارة في هذا الموضوع من خلال زيارات متبادلة، من خلال اجتماعات واتصالات عديدة جدا، لكن الموقف الإسرائيلي لا زال منقسم. هناك من يرى التجاوب مع المبادرة المصرية تحديدا الأخيرة، وهناك من يرى أنها انتصار لحماس، فبدأت إسرائيل تحسب المسألة بمكسب الخسارة، وهذا خطأ كبير. لا يوجد منتصر في الحرب ولا يوجد خسر، كلهم الحرب كل الأطراف خاسرة فيها. ومن ثم لا أتوقع كثيرا، يعني أتوقع الكثير من الجهد المصري بأن هي نوع من تخفيف الضغوط على الشعب الفلسطيني، نوع من إدخال المساعدات. أما موضوع وقف الحرب أو الهدنة فهناك لازالت المواقف متباينة كثيرا ما بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بنقطتين، هما
وقف إطلاق النار ومسألة تبادل الأسرى. يعني نتنياهو يريد أن تكون هناك صفقة شاملة كل الأسرى، في حين أن حماس ترى أنه لابد من وقف إطلاق نار كامل، ومن ثم هناك تباين. هتبدو نتائج تظهر في تقديري، سوف تظهر نتائج الجهد المصري الكبير الذي بذل ويبذل حاليا في غضون 48 ساعة. لماذا؟ لأن وزير الخارجية الأمريكي بلينكين سيزور المنطقة يوم الثلاثاء المقبل، سوف يلتقي بوزراء خارجية اللجنة السداسية في الرياض على ما أعتقد، ومن ثم سيكون هناك مناقشة لجملة الأشياء النقاط التي تحدثنا عنها فيما يتعلق بما أتت في المبادرة المصرية، وكذلك بالرؤية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه برؤساء البرلمانات العربية. أنا أعتقد أن الموقف المصري والعربي على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي وحدة واحدة، أما الانقسامات فهي موجودة في الداخل الإسرائيلي. هناك من يرى المبادرة المصرية الفرصة الأخيرة على الأقل لالتقاط الأنفاس والبحث عن الأسرى، لأنه في ظل إطلاق النار ممكن يبقى فيه مخاطر للبحث عنهم، ومن ثم هذه الخطوات تحتاج للتهدئة. تحتاج لي، لكن من الآن وحتى زيارة بلينكين يعني 4 أيام تقريبا، هل هي كافية بالنسبة لحماس لدراسة الموقف والوصول لرد؟ أنا أتوقع يعني المسألة واضحة جدا. أنا قلت لحضرتك نقطتين خلاف، حماس عايزة وقف إطلاق نار شامل، والجانب الإسرائيلي يرى أنها مؤقت لبضعة أسابيع، وكما يتردد أنه هو لكل أسير يفرج عنه 33 أسير يبقى 33 يوم، هذا ما يتردد مؤخرا. لكن في تقديري أن الجانب الإسرائيلي سوف يستمر في عملياته العسكرية، لن يلتزم بأي اتفاقيات، لن يلتزم بضغوط. لماذا؟ لأن الجانب الأمريكي يقدم له الحماية الكاملة، وهذا ما يظهر على الأرض بعيدا عن التصريحات الرومانسية التي تطلقها الولايات المتحدة الأمريكية بين وقت وآخر بأنها مع حقوق الشعب الفلسطيني ومع إقامة الدولة ومع وقف إطلاق النار ومع عدم اجتياح رفح. كل الكلام ده جميل، لكن على الواقع الأرض على الواقع بقى نرى أمور مختلفة. استخدمت الفيتو في موضوع حق دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لا تراعي حقوق الشعب الفلسطيني، لا. وبالتالي شايفة أنه بداية انضباط الوضع ونجاح أي جهد دبلوماسي يبدأ من موقف جاد للولايات المتحدة الأمريكية. لهذا فترة 33 يوم ربما لن تكون مقنعة تماما بالنسبة لجانب حماس، بالتأكيد، لأن بعد 33 يوم ستعاود إسرائيل الهجوم مرة أخرى على القطاع، بالتأكيد، وربما تقتحم تجتاح رفح. بالتأكيد هناك مشاهد برضو أجيبها لك على الأرض، مثل وصلت باخرة أمريكية على سواحل غزة. لماذا؟ في سبيل بناء عائم على ساحل غزة، على سواحل غزة، لأنه لو حصل اجتياح رفح سوف تتعطل أو يتعثر دخول مساعدات للفلسطينيين، ومن هنا هذا هو البديل. وبالتالي من هنا لحين انتهاء هذا الميناء من الرصف ومن التجهيزات ومن إدخال المساعدات عليه، ممكن يتم بمجرد الساعة صفر ممكن يتم اجتياح رفح في إطار مربعات، يعني مش هجوم. وبدأ بالفعل في شواهد يعني على ان اسرائيل مستمرة في سياستها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، على اساس تقسم مدينة رفح مربعات تتم البحث فيها عن الرهائن، طيب، والبحث فيها عن الالوية الفلسطينية الاربعة. بالنظر لمعالم هذه الصفقة او يعني الامر الذي تدرسه حماس، هل يمكن القول انها لن توافق عليها وبالتالي سنعود بالامور للمربع صفر؟ متوقع انها لن توافق، متوقع انها توافق لحتى تحبط المخطط الاسرائيلي، ويا حبذا لو فعلت هذا، حتى يظهر للعالم الى اين نحن ذاهبون مع اسرائيل في ظل هذا الدعم الامريكي اللامحدود. لكن في هذه الحاله ربما اسرائيل يكون لها رد يعني اقصى مما نتوقع، ربما تجتاح رفح وربما تجتث عناصر حماس، وبالتالي حماس الآن تغامر بمصيرها وبوجودها وتحديدا في مدينة رفح آخر مربع يمكن أن يعني تحتمي وتتحصن به. أنا عايز أقول لك يعني أنا أشك كثير أن تكون يعني جماعة حماس ما زالت أو القسام ما زالت موجودة في تحت أنفاق.
أعتقد أنهم غادروا الأنفاق منذ وقت مبكر، ولا وكذلك بالنسبة للأسرة يعني مكانهم غير معروف، بدليل أن هناك من قبل شهدنا أن حماس والمقاومة الفلسطينية كانت لها مواقف عديدة في الحصول على أسرة، ولا أحد يعرف مكانهم على الإطلاق. هناك مهارة المقاومة الفلسطينية في إخفاء هذا الجانب وسريته كبيرة جدا لا يمكن اختراقها، على خلاف ما يحدث في لبنان مثلا على سبيل المثال. وبالتالي أنا بعلنها من متأكدة تماما، زي ما أنا متأكدة منك قاعد قدامي، إنها لن تجد شيء في رفح الفلسطيني، لا أسرة ولا قيادات المقاومة. طيب في حالة وسيكون هناك عبث في حالة رفض حماس لهذه الصفقة، ما هو السيناريو الذي يمكن أن نتوقعه سواء على الصعيد العسكري أو السياسي؟ وهنا أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال لك أنه يتم التصعيد بشكل عسكري كبير على حماس حتى تتجاوب مع مطالبنا، أو حتى نقوم نحن بالقضاء على حماس أو واستلام الأسرى جميعا، يعني سواء كان الشهداء أو الأحياء. نعم. وبالتالي أنا لا أعتقد أن هذا الوضع سيقف عند هذا الحد، ستكون مصالح العالم كلها مهددة في البحر الأحمر، ستكون هناك عمليات كثيرة تتم في البحر الأحمر، في سوريا، في لبنان، في العراق، هذه كلها جبهات مفتوحة لازالت أمام إسرائيل. وكما حدث منذ أسابيع موضوع اجتياح إيران، الاجتياح الإيراني والرد الإيراني عليهما، فأعتقد أن الجبهات كلها هتكون مفتوحة، والخسائر الاقتصادية والعسكرية والسياسية والأمنية، حتى المكاسب التي أو التعاطف الذي حققته إسرائيل عندما هجم حدث هجوم إيراني سوف تخسره، إذا ما لأنه سيكون هناك شهداء تكسر حالة الهجوم على مرفح التي الفلسطينية التي يقطنها حاليا زهاء المليون ونصف. نعم. ينضم في الأستاذ الدكتور جهاد الحزين، وأستاذ العلوم السياسية. أهلا بك وكافة المشاهدين. أريد أن أستوضح الآن موقف خاص بالمفاوضات بين إسرائيل وحماس، إلى أين يمكن أن تتمر هذه المفاوضات، وما الذي يمكن أن نتوقعه من رد حماس؟ يعني أعتقد بأن مصر بذلت جهود كبيرة خلال هذه الفترة الماضية في محاولة لتقريب وجهات النظر، أو كما نقول لجسر الهوى بين مواقف الطرفين، وخاصة أن المفاوضات دخلت إلى مرحلة جمود في ظل استمرار العملية العسكرية وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. هذا الأمر الذي دفع لأن يكون هناك طرح أو مبادرة مصرية تقدمت بها إلى كلا الطرفين لأجل أن يتم القفز على هذه الحالة من الجمود ووقف عملية الاجتياح التي تهدد بها دولة الاحتلال على منطقة رفح واستهداف آلاف المدنيين في تلك المنطقة. هذا الأمر الذي أعتقد بأن مصر استطاعت أن تكسر الحاجز لدى دولة الاحتلال من خلال استطاعت أن تجعل هناك شبه موافقة كاملة من قبل مجلس الحرب والحكومة الإسرائيلية، باستثناء نتنياهو الذي هو يرى دائما أو يقف عقبة في تحقيق أي تقدم بما يتعلق بقضية مفاوضات التهدئة أو الهدنة لتحقيق مجموعة من الأهداف الشخصية. نعم. وبعد هذه لا زال الوفد المصري في إسرائيل لا زال يحاول التوصل إلى مجموعة من التفاهمات، حيث تسلمت حركة حماس الرد وقالت بأنها سترد خلال 48 ساعة. وهنا يجب التأكيد على قضية مهمة، نتنياهو لا زال يناور كسب المزيد من الوقت حتى يستمر في حرب ضد الشعب الفلسطيني والتغول في الدم الفلسطيني، ويطمع إيقاع أكبر قدر من الخسائر المواطنين. ولذلك يجب على حركة حماس أن تتجاوب مع الجهد المصري بكل ما تعني الكلمة، لأن المواطنين الفلسطينيين أصبحت نداءاتهم بأنهم يريدوا وقف هذه الحرب و إنهائها بأي طريقة وبأي وسيلة دون النظر إلى أي مكاسب ستتحقق، سواء كانت مكاسب حزبية أو مكاسب سياسية أو أي مكاسب. المواطن الفلسطيني أصبح يعاني كل المعاناة. نعم. التي يمكن. والإسرائيليون أيضا دكتور جهاد يعني في موقف صعب، يعني المحتجزون يعني الإسرائيليون أيضا يناشدون الحكومة الإسرائيلية سرعة التدخل والتحرك، وظهر هذا جليا في مقاطع
الفيديو التي نشرت على مدار الأيام الماضية. كذلك منذ قليل كانت هناك مظاهرات حاشدة في تل أبيب وبعض المناطق الأخرى الضاغطة على بنيامين نتنياهو والتي تحثه على إجراء صفقة بشكل سريع. يعني أعتقد بأن كلا الطرفين بحاجة إلى هذه التهدئة وهذه الهدنة. أعتقد كل المظاهرات التي تخرج اليوم في دولة مطالبة نتنياهو، حتى أقطاب المعارضة الذين طالبوه وحتى أعضاء مجلس الحرب إزين كونت وجالنت وحتى وزير حرب وجالنت يريد والمؤسسة الأمنية تريد التوصل إلى هذه التهدئة أو الهدنة. ولكن يعني نحن نعلم جيدا بأن نتنياهو اليوم قد يستطيع وضع العقبات في هذه الطريق من خلال الحديث بأن يريد إطلاق سراح المحتجزين كامل بشكل كامل أو على دفعة واحدة، في ظل أن الطرح أو المبادرة المصرية التي تتحدث عن 20 من المحتجزين أو من الأسرى، وفي حال أن يكون هناك المزيد من سراح الأسرى سيكون هناك على كل أسير يوم ونصف من التهدئة كي تستمر هذه الأمور. تسعى من خلال جمهورية مصر العربية، ولذلك بدأت الأصوات تتعالى بداخل دولة الاحتلال مطالبين بعقد الصفقة أيا كان الثمن الذي ستدفعه دولة الاحتلال. وهناك الأصوات التي بدأت ترتفع وتقول إذا كان طيب ثمن إطلاق من الآن وحتى يوم الثلاثاء القادم، وهو الموعد المقرر لزيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة وإسرائيل، إذا لم يصل الطرفان إلى رد واضح ومعالم محددة، هل يمكن للولايات المتحدة أن تقوم بخطوات جديدة للضغط على إسرائيل تحديدا لمحاولة حلحلة الأمر؟ يعني حتى بالأمس جيك سوليفان قال إن الولايات المتحدة تربط بشكل غير مباشر دعمها لإسرائيل بإبداء إسرائيل قدرا من المرونة في إدخال المساعدات. هل نتوقع ضغطا أمريكيا أو خطوات أمريكية من نوع جديد تجاه إسرائيل؟ يعني أعتقد بأن الأوضاع أصبحت مختلفة الآن لدى الإدارة الأمريكية، وخاصة بعد ثورة الطلاب في الجامعات الأمريكية وبدأت عمليات الضغط الداخلي، الأمر الذي دفع جاك سولفن حتى أن تغريدة بايدن اليوم الذي تحدث من خلاله بأنه يجب النظر فيما يتعلق بقضية تقديم المساعدات وما صرح به بلينكين كذلك، بمعنى أن هناك محاولات وتقديم زيارة بلينكين من نهاية الأسبوع يوم الثلاثاء إلى دولة الاحتلال وإلى كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية للنظر في طبيعة الأحداث القائمة، لأن لا زال نتنياهو يناور على عمل الوقت وهو يريد كسب المزيد من الوقت. في حين هل من مصلحته أن ترفض حماس الصفقة؟ هنا من مصلحة نتنياهو أن يتم الرفض من قبل حركة حماس المبادرة التي قدمت فيها جمهورية العربية حتى يحمل حماس مسؤولية كما حملها مسبقا، علما بأن نتنياهو الذي يضع كما نقول العصي بالدواليب. هذا الأمر الذي يجب ألا تمنح لنتنياهو مثل هذه الفرصة أمام هذا التحدي الجديد. ولذلك أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تلعب دورا مهما في هذا السياق من خلال التحذير لحكومة نتنياهو. اليوم رأينا مقال توماس فريدمان المقرب من بايدن والذي تحدث في مقال وقال بأن إما على إسرائيل أن تقبل إما أن يكون هناك رفح أو العلاقات مع السعودية رفح أم الرياض. هذا الأمر الذي تحاول الإدارة الأمريكية من خلاله الضغط على حكومة نتنياهو من خلال خيارات عدة، ومن ضمن هذه الخيارات إما عملية التطبيع وكذلك عملية رهن الأسلحة واتخاذ مجموعة من القد بما يتعلق بقضية الأسلحة. وجميعنا قرأ أو رأى ما تحدث به السيناتور ساندرز الذي تحدث عن حرب الإبادة وضرورة أن تربط المساعدات العسكرية لدولة الاحتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي وبحقوق الإنسان ووقف الجرائم التي ترتكب بداخل الأراضي الفلسطينية. وكذلك نرى بأن هناك مجموعة من المواقف التي تسعى من خلال الإدارة الأمريكية للحد من تلك العملية العسكرية وخاصة عملية إدخال الإغاثة. ووجدنا بأن هناك اليوم تحركت إحدى السفن المحملة بالأغذية بعدما توقفت تحركت من قبرص بالفعل. نعم،
شكرا جزيلا لك دكتور جهاد الحرزين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. أستاذ سوسن، هو ده عن المواقف المختلفة بين الطرفين، الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني وحماس، إزاء مسألة الصفقة، وأن كل منهما يرى أهدافه من الحرب بهذه الصفقة. صحيح. لهذا نسأل، ما هو المصير الذي نتوقعه في حالة رفض حماس؟ بالنسبة للجانب الإسرائيلي، هناك من يرى أن نتنياهو يعطل صفقات تبادل الأسرى من أجل تحقيق إنجاز عسكري على الأرض يرسخ وجود الحكومة ويمنع من محاسبته هو شخصية، وهناك من يرى أنه يطيل أمد الحرب، وهذا في مصلحة الإسرائيليين لأنه سيحقق من خلالها أكبر ضغط ممكن على حماس، ومن ثم يحقق أهدافه أيضا. هنا من الفائز ومن الخاسر في رأي حضرتك من هذه المعادلة؟ الثلاث أهداف خسارة، في الثلاث أهداف خسارة. لماذا؟ سوف تخسر حماس لأنه سيقوم بضغوط كبيرة عسكرية ضدهم باستهداف بعض العناصر الفلسطينية، العناصر المقاومة سواء كانت في لبنان أو في سوريا، هم الأفضل له، سهل اصطيادهم. أما في الداخل الفلسطيني صعب، خاصة في ظل هذا الركام والأنفاق العديدة في أرض التي تملأ أرض غزة. فهو جانب حماس خسائره كثيرة أيضا لو رفض الصفقة، والجانب الإسرائيلي خسائره جحيم. لماذا؟ لأنه طبعا في حالة لو اجتاح رفح الفلسطيني سيكون هناك شهداء بالمئات. هذا بالنسبة للجانب الفلسطيني. الجانب الإسرائيلي إذا قام بالاجتياح رفح، مدينة رفح، ستكون عاقبة سيئة جدا على قيادات إسرائيل العسكرية. قيادات إسرائيل العسكرية والحكومة أيضا في نفس الوقت. لماذا؟ لأن هناك تهديد من الجنائية الدولية بتقديم هذه القيادات للمحاكمة واعتقالهم، قرار باعتقالهم سيتم. ده هيعجل، إذا ما حدث ذلك سوف يعجل بالاعتقال، وبذلك سيكون القيادات العسكرية الإسرائيلية ورئيس الحكومة مهددين بالاعتقالات داخليا وخارجيا. هو حتى الآن الجانب الإسرائيلي يعني نتنياهو شخصيا يبدو أنه غير مكترث أو مهتم تماما بمسألة الجنائية الدولية أو حتى محكمة العدل. هو يحاول أن يجد مخرج لدى الأمريكان ليخلصه، كما دائما يعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية في الخلاص من أي مطب يقع فيه. لكن لن يوجد له مخرج إذا تم اجتياح رفح، وهذا هو سبب تحذير الجانب بإصرار. حذر وتحذير ده لازم ياخد بالاعتبار أن مصر لا تريد كوارث على الحدود بينها وبين الجانب الفلسطيني. ولذلك نسأل حضرتك عن أهمية الدور المصري، يعني هو لا ينطلق فقط من أهمية الحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني، ولكنه يهتم بالأساس بمصالح مصر، جمهورية مصر العربية طبعا، وأمنها لأن القومي. هناك مخاطر تهدد الأمن القومي بسبب استمرار الحرب، هناك تأثيرات سلبية بالنسبة للموقف الاقتصادي حتى للإقليم كله ليس لجمهورية مصر العربية فقط. عايز أقول لك كمان أن الوضع الاقتصادي الإسرائيلي رغم الدعم الكبير من الولايات المتحدة الأمريكية أصبح في يعني على المحك، في موقف صعب، صعب جدا، سواء بالنسبة للسلع، بالنسبة للإنتاج، بالنسبة للاستثمارات الخارجية. نشهد حاليا يعني أمطار من المظاهرات في جامعات أوروبا وجامعات الولايات المتحدة الأمريكية للشباب، تطالب بوقف الحرب وسحب الاستثمارات الأمريكية من إسرائيل، لأن هذه الأموال تستخدم في قتل الأطفال والشيوخ والنساء. يعني هذه جريمة حقوق الإنسان. لا زال الشعب الأمريكي يؤمن بحقوق الإنسان، فعلا شعب متحضر، لكن قياداته ضعيفة جدا في تحقيق هذا الشعار أمام القيادات الإسرائيلية. لهذا من زيارة وزير الخارجية الأمريكية المنتظرة، هي الزيارة السابعة في خلال أن هذه الزيارة تأتي بالفعل متزامنة تماما مع اكتمال 7 أشهر من الحرب الإسرائيلية على غزة. ما الذي يمكن أن ننتظره، وماذا يجب عليه أن يفعل للضغط من أجل إنجاح جهود الوساطة؟ أنا ليا ملاحظة إذا سمحت لي على الزيارات السبعة لوزير الخارجية الأمريكي، هي جزء منها يعني فيها ضعف. لماذا؟ لأن جزء منها استماع أكتر مما هو قرار.
الامور واضحه بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، قرار وقف الحرب يبقى هو قرار للحوار، قرار لانهاء العنف والمشاكل التي تعاني منها المنطقه. اذا احنا نحتاج لقرار وليس لزيارات. لدينا انا لما اعتقد حوالي 7 نقاط خرجت بالجامعه العربيه مؤخرا حول الوضع في متابعه تطورات الوضع في فلسطين. ممكن الوزراء، اللجنه السداسيه هم وزراء خارجيه مصر والسعوديه والامارات وفلسطين والاردن، هم سيلتقون مع بلينكن في يسمى باللجنه السداسيه، يعرضون على الوزير الامريكي هذا موقف عربي موحد، وهو مراجعه الولايات المتحده الامريكيه لمواقفها واتخاذ موقف حازم لوقف فوري لاطلاق النار وليس مجرد هدنه. في هذه الحلقه المعادله ستتغير كثيرا في المنطقه بالنسبه للوضع ما يحدث في غزه، احتواء الكوارث التي يمكن ان تحدث على مستوى العربي وعلى مستوى الدولي ايضا، لان الجميع سيعاني في حاله استمرار هذه الحرب. 7 شهور وحتى الان لم يقضي على حماس ولن يستطيع تحرير اسير واحد، يبقى الى اين نحن ذاهبون؟ فالمساله لابد من ان تكون هناك وقفه، وقفه امريكيه واوروبيه جاده في هذا السياق. بالنسبه للمواقف الاوروبيه والوقفات الجاده، وزير الخارجيه الفرنسي اليوم في لبنان يناقش التطورات على جبهة الحرب بين لبنان وإسرائيل، كذلك يناقش أهمية تفعيل القرار الأممي 1701 الداعي لعدم التصعيد كما تعلم. كذلك سينتقل في جولته الشرق أوسطية إلى السعودية ثم إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية. إلى أي مدى تعبر هذه الزيارة عن خطورة تأثيرات الحرب في فرنسا وفي أوروبا، أولا من ناحية اتساع رقعة المظاهرات كما نتابع في باريس في بعض المدن الأوروبية، وكذلك أهمية الدور الفرنسي تحديدا في لبنان؟ هو في ما نشهده في باريس أمس وأول أمس مظاهرات ضخمة جدا للشباب والكثيرة لدرجة كبيرة، وفي نفس الوقت أنا شايفة أن الدور الفرنسي مهم جدا في لبنان، منع الكثير من الاشتباكات بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني، زياراته المتعددة للبنان ومواقفه ومبادراته جنبت لبنان حرب شاملة قد تكون مثل ما حدث 2006. نعم. وبالتالي الدور الفرنسي مهم، يقوم بدور في تحييد الموقف وعدم اتساع رقعة الحرب، ولكن شكرا. إسرائيل تقوم عادة بتصفية قيادات سواء من حزب الله أو من المقاومة الفلسطينية، تكتفي بذلك إلى جانب تدمير قرى مجاورة للحدود، وهذا لن يكون هناك حرب شاملة ضد لبنان. شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذة سوسن أبو حسين، مدير تحرير مجلة أكتوبر. شكرا. مشاهدينا، نهاية هذه التغطية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.